وفقرة فار روم. طبعا ربما القصة مش حالات تحكيمية بقدر ما هي حاجات كتير جدا اتكلمنا فيها، ومن هنا بنقول لكم انتبهوا. النادي الأهلي يا جماعة لازم نفكر 100 مرة إن النادي الأهلي وهو متوج بكل الألقاب المحلية وهو لم يخسر من أي فريق محليا خلال الفترة اللي كانت في منافسات الدوري لحد الحسم قبل مباراة بيراميدز، طبعا واجه السوبر مباراتين في السوبر المحلي، في بطولة الكاس، في الدوري، كل المباريات دي والنادي الأهلي يتوج بالبطولات، ولكن تجد النادي الأهلي يتحدث عن منظومة التحكيم، وتجد النادي الأهلي يتكلم عن التحكيم الموسم القادم. هل ده لا يثير التفكير عند أي حد شاف النادي الأهلي طب بيتحرك إزاي؟ آه. ليه؟ لأن هناك بعض الأمور الغريبة اللي بتحصل خلال الفترة الأخيرة. لما تيجي تلاقي بيريرا، وإحنا هنا انتقدنا بيريرا كثيرا وأشدنا في كلاتنبرج ببعض الأمور، وتيجي تلاقي كل شويه يا جماعه مكتسباتك التحكيميه بتتقلص. هل مكتسباتك كنادي؟ لا، النادي الاهلي ملوش مكتسب تحكيمي غير العداله التحكيميه. ولكن تيجي تلاقي تجربه كلاتنبرج وما تعرض له من اساءه، ثم الاطاحه بيه وفقا لرغبه نادي واضحه جدا، ثم تيجي بعد كده تلاقي كلاتنبرج بعد رحيله تيجي تلاقي امور بتتقلص زي تجربه عرض ما يحدث في غرف الفار، ثم بعد كده تيجي تلاقي بريرا والمستوى التحكيم بيروح لحتة أسوأ، ثم بعد كده اتكلمنا الحلقة اللي فاتت يا أسامة وهنا في قناة النادي الأهلي بالصوت والصورة لأحد المسؤولين في الاتحاد المصري لكرة القدم أو في الرابطة وهو مرشح الاتحاد في الرابطة، وهو الأستاذ ثروت سويلم، وهو يتحدث عن فكرة الإطاحة ببريرة والعودة للحرس القديم تحكيميا، ويطرح أسماء زي كابتن عصام عبد الفتاح وجمال الغندور. إذن هنا إحنا لا نحدث أو لا نتحدث عن ثقتنا ببريرة بقدر ما إن البدائل اللي بتطرح وفكرة العودة للخلف تحكيميا برئيس لجنة حكام مصري في ظل ما يحدث كان ده يستدعي إن يتواجد معانا حد موجود في قناة النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي بيثق في رؤيته التحكيمية ودايما في آرائه التحكيمية، كابتن ناصر عباس معانا على الهواء مباشرة عشان نسأله عن ما يدور في الملف التحكيمي خلال الفترة الأخيرة وما يحدث في التحكيم في كرة القدم المصرية. كابتن ناصر عباس بنرحب بيك في برنامج الأهلي خط أحمر على شاشة قناة النادي الأهلي. تحياتي يا فارس، وتحياتي لأسامة، وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. اهلا بيك يا كابتن ناصر. يمكن كنا بنتحدث عن بيريرا، والحقيقه الراجل له تصريحات واضحه جدا اعلاميا، وتكلم بمنتهى الوضوح وقال ان هو كان بيستكشف الموسم الاول او نصف الموسم الاول ليه مع التحكيم المصري، وان الراجل صلاحياته هتبدا مع بدايه الموسم القادم، والراجل يعني قال بوضوح ان انا ما كنتش بختار حتى أطقم التحكيم للمباريات، فواضح جدا أن مهمة الراجل هتبدأ مع الموسم القادم. فإذا ببعض المسؤولين، ويمكن ذكرنا اللي هو ثروت سويلم، بيقول إن شاء الله مش هيكمل وهنرجع لتجربة رئيس التحكيم المصري. أنا بكلمك وانت حكم مصري، وأنا عارف قد إيه أنت حريص على مصلحة التحكيم المصري، والطبيعي أن أنت تنحاز للتحكيم المصري، لكن السؤال هنا، هل شايف ما يحدث مع تجربة بريرا ثم من قبل بريرا كلاتنبرج، هل ده يليق بمنظومه الرياضه المصريه؟ شوف اسامه، طبعا انا لسه يمكن هضم صوت لصوت فارس وكان بيتكلم على كلاتنبرج، وطبعا لصوت حضرتك، احنا مش عايزين نكرر موضوع كلاتنبرج، وانت عارف كلاتنبرج كان فيه هناك مشاكل، والمشاكل يعني كان اغلبها مش منه هو يعني. النهارده احنا عندنا دكتور بريرا زي ما حضرتك قلت كده، الراجل كان واضح جدا جدا لما جه يا اسامه، كان بيتكلم على الفترة اللي هو بداية هي 3 4 أشهر اللي هم كانوا في الفترة المتبقية من الدوري العام، قال أنا هتابع كويس قوي الناحية الفنية للحكام والناحية البدنية، وهقيم لجنة الحكام، وهيبتدي شغل رسمي وأبقى مسؤول عنه في بداية الموسم. وبالفعل حصل الكلام دوت، هو يمكن ابتدى كمان يصنف الحكام يا أسامة على الفكرة، وكان بيتكلم في نقطة مهمة جدا وكان بيتكلم في عدد الحكام اللي هم هيديروا الدوري الممتاز. فقال من غير المعقول ابدا ان 200 حكم يديروا الدوري الممتاز، وده الكلام ده ما بيحصلش في اي لجنه حكام على مستوى العالم. وقال كويس قوي ان انا هختار 30 حكم صفاره للدوري الممتاز، 30 حكم دولت هيحكموا الدوري الممتاز،
مش هيلعبوا تاني ممتاز دي ولا قسم ثالث ولا قسم رابع. يعني اذا هنا كان في تصنيف الحكام الدوري ممتاز، تصنيف الحكام الممتاز دوري محترفين، وبعدين الممتاز دي. ابتدى يعمل الكلام دوت، واحنا قلنا المفترض ان احنا نساعد الراجل اسامه طالما جه، احنا بنساعده بنقدم له كل اليد المعاونه، سواء احنا كمان حكام يعني متقاعدين بنتكلم ان ده الراجل ده جه خلاص وبقى مسؤول عن التحكيم، المفروض ان الكل يقف مع الراجل ونقف معاه كلنا سواء اتحاد الكره او احنا كمان عشان نساعده في مهمته. كان من ضمن يعني الراجل اتكلم اسامه في نقطه مهمه جدا، قال لك انا في نهايه الموسم هقيم كمان اعضاء لجنه الحكام. وانا من حقي اختار مين يتواجد معايا في البدايه ومين ما يتواجدش معايا. اعتقد هي نقطه الخلاف النهارده هو نقطه اختيار اللجنه اللي موجوده معايا استاذ. صحيح. هو شايف من رايه ومن وجهه نظره، وطبعا ودي حاجه ترجع له ان هو في الاخر خالص هو اللي هيسال. انا شايف ان انا كمسؤول هيبقى معايا مثلا واحد اثنين ثلاثه، مثلا مش عاوز واحد اثنين ثلاثه. انا كاتحاد كوره النهارده انا مفترض انا يعني بسهل مهمه الراجل يا اسامه، لان في الاخر خالص انا اللي هحدد. صحيح. سيبك بقى من موضوع الفندق والمشاكل اللي حصلت، اللي احنا ما بنتكلمش في مشاكل اداريه، احنا بنتكلم في مشاكل ثانيه. صحيح. انا بقول من فضلكم سيبوا الراجل يشتغل، وفروا له المناخ المناسب، سيبوه يختار لجنته يا اسامه، لان هو في الاخر خالص احنا هنحاسبه كمسؤول في النهايه عن التحكيم. صحيح. لكن ما يحدث الان يا كابتن يا فارس لا، هي بدايه يعني بدايه مش طيبه. وبقول اهو ان الراجل لو مشي الامور هتبقى صعبه قوي قوي قوي. احنا بنتكلم يا اسامه في حاجه مهمه جدا، هذا الموسم في موسم تحضيري، يعني في معسكرات دلوقتي المفروض شغاله. صحيح. شغل الحكام كله يا اسامه في هذه الفتره. لو هذه الفتره ما تمش الاعداد ليها بشكل صحيح، سواء اعداد المعسكرات فنيا بدنيا ذهنيا، عندنا كمان نقطه مهمه جدا ويمكن الكل بعيد عنها، هو اختيار القائمه الدوليه. لو ما تمش اختيار القائمه الدوليه طبقا للمعايير ومعايير الاتحاد الدولي، ويكون تبقى بشفافيه وفيها كل العداله يا اسامه، وتطلع كل البيانات للحكام اللي مرشحه قدامنا ونشوفها، هتبقى في مشكله كمان في القائمه. طيب كابتن ناصر، خليني كده اسال حضرتك حاجه، يعني الجمهور على طريقه اللبيب وبالاشاره يفهموا، لا احنا مش عايزين بالاشاره، احنا عايزين الكلام واضح. احنا جه عندنا اتنين خبراء اجانب لهم تجارب، منهم كمان بيريرا في الفترة الأخيرة، راجل كان مسؤول عن التحكيم في البرتغال وفي روسيا، يعني أكيد دوريات أيضا لها اسمها وتجربته في الدوري الروسي اللي ما اكتملتش بسبب ظروف خارجة عن إرادته. طيب لما أنت تيجي تقدم انطباع كمنظومة كرة قدم مصرية أن أنت اتنين خبراء أجانب كانوا موجودين في موسم ثم ما استمروش، ثم بتبدأ الموسم الجديد بخبير تحكيم تاني وربما يكون مصري، ده انطباع إيه؟ ثانيا، في وسط كلام حضرتك جملة مهمة جدا، أن التغييرات اللي بتطول أعضاء لجنة التحكيم. خلينا بقى كابتن ناصر نسألك كده بصراحة، هو في ناس في لجنة التحكيم من الأسماء اللي كانت سبب في فشل كلاتنبرج والسبب أيضا تواجدت مع بيريرا، الناس دي أقوى من فكرة رئيس لجنة التحكيم أو مصالحهم أبدى من التحكيم المصري لدى اتحاد الكرة؟ حضرتك لازم، لأن أنت عندك الكواليس اللي جوه، تكلم الناس بصراحة، وهل ده موجود بالفعل ولا لا؟ كابتن أسامة، يعني أنت يا كابتن فارس، أنا آسف، أنت بتتكلم في نقطة مهمة جدا 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 جدا، ويمكن دي كانت من سبب ان كلاتنبرج مشي. خلي بالك في حاجه مهمه جدا، انا كرئيس لجنه الحكام انا المفترض ان انا الناس اللي تشتغل معايا انا ارتاح لها، الناس دي تبقى عندها قدره ان هي تشتغل فني، قدره ان هي تحاضر الحكام، يبقى عندها فعلا الشغل الاحترافي. مش عايز اقول بقى الاختلاف كان عشان ايه، ولكن هو اختلف كلاتنبرج على بعض الاشخاص. يمكن اعتقد الناس كلها كانت عارفه يا هشام. ما تقول لنا اسماء كده يا كابتن ناصر. والله انا مش عايز اقول، والله يعني سامحني، معلش يا اسامه، معلش انا سامحني، الناس كلها عارفه القصه ايه، ولكن احنا بنتكلم في الهدف دلوقتي يا اسامه، معلش يا فارس. طب اتفضل. ان نسيب الراجل من فضلكم يا جماعه، دي ثاني تجربه، وانت قلت حاجه مهمه جدا يا فارس. لو النهارده التجربه دي فشلت، يبقى العيب على مين او الفشل جاي على مين؟ طبعا. يعني هي دي اللي احنا بنتكلم فيها، احنا بنقول راجل نسيبه من فضلكم، سيبوه يختار لجنته، سيبوه يختار الناس اللي هتعاونه، علشان نقدر في الاخر خالص ما يبقاش هو دي الحكه ويقول ان كان في مشاكل في البدايه انتوا اللي عملتوها، لا احنا هنوفر لك كل السبل، احنا داخلين على موسم كبير، هنوفر لك كل السبل وكل النجاح عشان خاطر تنجح، عشان نقدر نحاسبك في الاخر. النهايه والخلاصه ايه يا اسامه يا فارس؟ انا بقول
يعني اتحاد الكره يركز معنا والناس كلهم ناس افاضل وعلى قدر كبير من الاحترام، سيبوا الراجل يشتغل. يعني احنا مش عايزين نكرر تاني تجربه جلاتين بيرج اللي هو مشي واسبابها، مش هينفع تاني نعمل الكلام ده مع فيتور بيريرا. سيبوه يشتغل يا جماعه، احنا في بدايه التحضير معسكر مهم جدا جدا جدا، وهو اولا هيبدا يوم 24 معسكر النخبه. هذا المعسكر هيبقى فيه كوبر او فيه وارنر، هيبقى فيه اختبار لياقه، تقييم للحكام المرشحه. لابد ان احنا نبدا البدايه صحيحه عشان نقدر نكمل الموسم اللي جاي يا فارس. اتمنى طبعا وجود بريرا، واحنا بنقول الخبير الاجنبي هنقف معاه وهنسنده، لان احنا في الاخر خالص عاوزين نشوف التجربه في النهايه هتوصل لايه. تمام جدا يا كابتن نصر، والحقيقه يعني انا عايز اقول لك ان انا سعيد بالتصريحات دي، لان بعض ممكن يكون بيشوف الكابتن نصر عباس وقدير ان هو يكون مرشح لرئاسه لجنه الحكام في كره القدم المصريه، ولكن مع ذلك خلف التحكيم المصري، مش خلف اسمه، خلف التجربه، خلف ان انت تدي كل الصلاحيات لرئيس لجنه التحكيم. فانا الحقيقه مبسوط جدا بكلام حضرتك ده، وبشكرك جدا على المداخله دي، ويا ريت بالفعل يعني اتحاد كره القدم المصري يستجيب لهذا النداء من اجل التحكيم المصري. شكرا جدا كابتن نصر عباس.